أهلا وسهلا فيكم حبايبنا المشاهدين بنشرة برنامجكم الرائع برنامج بنكبر سوا. وأنا رجعت من العمرة ورجعت لكم بنفس الوقت بأخبار حلوة ومميزة وجديدة، وبحب أحكي للجون ما شاء الله عليكي أنتي رائعة ونورتي أخبار النجوم. وبدي أروح للخبر الأول معانا اللي هو ستقوم كل من النجمتين ملاك الطيايرة وسجاد عبول بتقديم برنامج جديد بعنوان بيت الألوان. البرنامج سيتضمن فقرات متنوعة بالإضافة إلى استضافة أصحاب المواهب. البرنامج يعرض كل يوم سبت وأربعاء من كل أسبوع. قريباً عمل فني جديد للنجم المبدعة صاحبة الصوت الجوهري بشرى عواد يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل التوفيق لبشورة وإحنا بالانتظار. أطلع نجم فرقة الفتافيت الفنية عمر بديل بعمل فني جديد بعنوان يا بلدنا. العمل من كلمات الشاعر خليل عابد وألحان محمد الغرابلي وتوزيع وهندسة صوتية محمود عمار ومن إخراج فاطمة الخطيب الراعي الإعلامي لكليب قناة كراميش. حصل الطفل بدر المقبل على النجمة الذهبية ضمن تصفيات المرحلة الثانية لبرنامج النجم الصغير، بذلك تأهل إلى مرحلة التصفيات النهائية في بيروت ممثلاً عن المملكة العربية السعودية. يذكر أن بدر المقبل كان أحد نجوم قناة كناري في بداية انطلاقها. هكذا أصبحت مايا الصعيدي وتحقق المليون. حققت النجمة مايا الصعيدي بأغنيتها الجديدة دبدوبي نجاح جديد، أضيف إلى نجاحاتها المتتالية حيث تعدى فيديو كليب دبدوبي المليون مشاهدة على موقع اليوتيوب. اعتذرت النجمة رندا صلاح عن حضور حفل قناة كراميش لظروف عمل والدها، فنتمنى لها كل الخير وبننتظرك بإطلالات وحفلات أخرى إن شاء الله. وفي نفس الصدى أقام نجوم قناة كراميش حفلا فنيا بالشارقة قد أبدع فيه النجوم بحضور جماهير رائع، فكل التوفيق لهم وللقناة. وآخر خبر معنا لليوم اللي هو عن نجمتنا وزميلتنا لجين قشير، انتهت من تسجيل عمل فني جديد إلها تحت عنوان عدراج الطفولة. عدراج الطفولة من كلمات وألحان تراث وتوزيع وهندسة صوتية عماد سعيد كريدي، وتم تسجيل في استوديو محمد الغرابلة، وقريبا جدا رح يتصور بطريقة فيديو كليب. كل التوفيق للجون. رشحت وزارة الثقافة الشاعرة منة الله بالو لحضور دورة تدريبية للمبدعين مختبر الفن، وكمان تبنت وزارة الثقافة توثيق جميع كتابات الشاعرة منة الله بالو الشعرية والقصصية ونشرها في مجلة وسام الصادرة للوزارة. كل التوفيق لمنة. بتكون خلصت نشرة الأخبار معانا، بتمنى تكون تعجبكم.